بنات شكلك ضربة في مصارينك. انت قلت ايه؟ قلت ايه دلوقتي وانا ماشي؟ اني ما قلتش حاجة. انت هتعملي لي فيها بريئة بقى؟ ما قلتش حاجة؟ انا سمعتك ببرطمي وانا ماشي، قلت ايه؟ والله يا ابن اللذين ما قلت حاجة، والله العظيم، والله اني اولي اني مظلومة. بس ايه ابن اللذينة دي؟ ده انت سيدنا. بس بس انا ده انت سيدنا بس على راسنا. اسكتي خلاص خلاص، انتهينا. كاتك الخرف خلصت راحك. ده انت راس يا باه، اشيلك على راس يا باه. خلاص مش عايز اسمع صوتك خالص. تبلى في شكلك السالفه مناخيرك. انت قلت ايه؟ تعالى قلت ايه دلوقتي؟ انا سامعك وانا ماشي، قلت ايه؟ والله يا ابن اللذينة ما قلت حاجة. مش عايز اسمع صوتك خالص. تعالى لا تعالي. هي نفس الطول، نفس الشكل، نفس طول الشعر، نفس لون العينين. هي باكي نام يا ربي، هي باكي نام. الحمد لله الحمد لله. بقول لك ايه؟ تعرفي تفي؟ باكينام قالت سو مش ايه ده؟ انت اتجننت ولا ايه يا عزباب؟ اتكلم نفسك. لا ايوه اتجننت. ايوه وهجننك معايا، اصبري عليا. اتجنني؟ لا قلعتوني ولبستوني وصورتوني من غير ما تقولوا لي. يا اولاد اللذين. بس ايه اولاد اللذين دي؟ بس خليكي معايا. بص بتوقفوني بالمعوج يا ولاد اللذينة. كسرت بتوقفوني معوج. لا بس. لا كده بس. ده شرف البنت زي عدد. بس دي باكي نام. ايوه ودي باكي نام. ايوه وانت هيبقى اسمك باكي نام، وهندلعك نقول لك يا باكي. انا مش باكي على حد، وبعدين انا بنام في بيتنا. انا من عالة. من عالة؟ من عالة مين ان شاء الله؟ انا شربات بنت الزناتي. يعني بنت الزناتي خليفة؟ ايوه بنت الزناتي خديجة. اولا الزناتي ده مش ابوكي، ده جوز امي. ماني عارفة، بقول له يابا. اه بالك انا لو لقيت حد احسن منه وكتاب لما كنت عبرت. يا سلام على الاصل. ايوه والله يا بابا. آه برافو عليك. عموما يا شربات، يعني انا اعرف ان ابوكي احلى من الزناتي. يعني اهدي اهدي. ايه في ايه؟ انت يعني شكلك كده يعني ببصبص لي وبتملس علي، وده موقف غير مستحب الانسه زي، ويعتبر في القانون تحرش. يعتبر ايه؟ تحرش. واني ممكن اصوت والم عليك ولا الناس. صوتي ولا تلمي. امال ايه؟ ولا حاجه. ايوه انت هنا اعتذر، حقك عليا. تقبلته. وانا كمان تقبلته. برا امشي. اهدي برا. ايوه برا. يا ابن الأزينة الناس كلها شاهدة عليك والله. ماشي حسبي الله والله العظيم. طيب واللي في بطني داني مش هسيبه ابدا والله العظيم. انتوا ليه؟ اهدي. تعالي هنا. اهدي. ايه؟ نفسي راحة لا ترمس يا محسن والله لا تعالي. انا مش محسن ولا ترمس. انت بتستهبلي عليا؟ ايه اللي بتعمليه بالظبط؟ انت مش فاهمني. لا باه بحب افهم. اني بضحك معاك. اقف هنا. شوف يا شربات، ماني شايفه لا هو اني عاميه. انا مش قصدي تشوفي يعني تبصي، انا قصدي اقول لك يعني خليكي معايا. ماني معاك لا هو اني سبتك ومشيت. انا مش قصدي تخليكي معايا يعني تفضلي، انا قصدي اقول لك يعني فوقي. ماني فايقه لا هو اني ضربه بنجر ولا كشري. بس بقى بس. انت ايه لسانك ده مبرد؟ كل ما اقول لك كلمه تطلعي لي ديل. طلع لك ديل؟ ديل ايه؟ خبيها ورا. ايه داريه؟ هو ايه اللي داريه؟ داريه داريه. ايه هو اللي داريه؟ داريه دالك داري. ايه مش عايز تعباط. كل ما اقول لك حاجه تقعد تمط في الكلام. تمط في الكلام يا باني؟ قلت حاجه بتقولي كتير. الله عندي اخرس.
لا ما تخرسيش. امال خدي بالك. هات. هو ايه؟ بالي. اه يا بنت اللذينه، والناس دي كلها شاهد عليكي، واللي في بطني ده والله يا بنت اللذينه ما حسيبك ابدا. لا 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 اقعد عشان نستريح. ليه؟ عشان اللي في بطنك يا اختي. اختي في عينك. هتستعبطي عليا؟ دي مين؟ وانا مش درانه، مش بتقول تصويرتي؟ دي باكينام. ايوه ودي؟ باكينام. ايوه انا فين؟ الحمد لله. دي باكينام وده باكي صاحي. اني بضحك معاك. قولي ورايا. انا باكينام. اهدي. ايه؟ انت مش لسه قايل ان ده باكينام وده باكينام؟ يبقى انت ازاي باكينام يا اخوي؟ اسمها ايه؟ باكينا. باكينا؟ اسمها باكينا؟ ايه؟ يعني انا هخرج من النشيه ادخل في باكينا؟ انت بتجيب الكلام ده منها؟ الا باكينا. اسمها باكينام. ايوه باكينا. اللي ايوه باكينا. اسمها باكينام. ايوه باكينا. ايه الالاطه دي؟ اللي ايوه باكي. كل حاجه ايوه. ايوه باكينا. ايوه 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 باكينا. اه البنت محضره دكتوراه في ايوه. كل حاجه ايوه 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 دكتوراه. ايوه ايوه ايوه. كاني حمار. ايوه جاتك الهوا. ما تستعبطيش، اقفي هنا. انت باكينام. اهدي. ايه؟ انت مش لسه ان ده باكينا وده باكينا، وان انت كراجل يعني باكينا؟ يباني ازاي باكينا؟ دي باكينام. ايوه. ودي باكينام. مفهومة. وانا باكينام بدري. اني بضحك معاكي. من يعرف الله يحفظك. تحبي تبقي باكينام؟ ايوه. الحمد لله. ايوه. بس انا عايزك تفهميني. اني فهمك والله. تفهميني كويس يا حبيبتي. يا باني فهمك والله. يا ماما فهميني بقى. انت ابني؟ كنت فين يا صايع يا قلع؟ كنت فين يا طيب؟ يا كنت فين يا؟ كنت فين ايه؟ هو مين ده؟ انا ابنك. ايوه. انت هتسكتي ولا اديك على خليتك؟ عايز تد امك على خليتك؟ انت مش ابن بطني. ايه يا اختي؟ انت ابن حرام يا ولد. بت بقول لامه بت بعد ما شلت 17 سنه. 17 سنه؟ ايوه. ليه؟ ده انت كده تبقي غلبتي في ريال. 17 سنه ده ايه؟ ايوه. يلا عذب. والنبي ايه؟ ايوه. كل حاجه ايوه. خلاص قلت لك تحب باكينام؟ خلاص قلت لي هبقى باكينام. ايوه هبقى باكينام. اوكي. ايوه. علشان تبقي باكينام قول اعملي اللي هقول لك عليه. قول. هتعملي اللي هقول لك عليه؟ ايوه قول. ايه ايوه قول؟ قول قول ايه؟ اقول. حاضر هقول. ايوه قول. حاضر. علشان تبقي باكينام. ايوه. اقف يا عدل كده. ايوه. افردي ظهرك كده. ايوه. صدرك لقدام. ايوه. دقنك لقدام. اهدي يعني كده اهو؟ بالظبط كده. اه كده اهو. علشان لما تمشي تمشي كده اهو. ايه العبط ده؟ عبط في عينك. ايوه يا باه. لا يا باني اسفه يا بنت على راسنا يا باه. طب امشي واني هبرص عليك. ايه؟ امشي وهتبرصي عليا؟ اسمها هبرص عليك؟ ايه؟ ليه همشيلك على الحيطه؟ اللي هبرص عليك دي كمان. ما تجننينيش. اني جننتك؟ ايوه بتجننيني. يا ظالمني. بس مفتري. اه انا مفتري. ايوه ايوه مفتري. ايوه ايوه انا مفتري. هتتشوي فوقها. بس بقى تقف يا عادل. ايه دقنك مش كده؟ دقنك لورا شويه. ايوه. بصي بقى ركزي معايا. ايوه يا بقى. عايز منك ليونة. لمونة؟ لا. لا يعني لمونة ايه؟ بقول ليونة. ليونة. ايوه قصدك يعني
استك. ايوه استك يا مش سهل الاستك ده، واني بعرف اعمله والله. كده هتبعتري زي الرز. ما تقولش رز، قول عدس. اني بضحك معاك. بس اهديه. ايه انت تركب الهوا ولا مش عايز تعبط؟ اقفي. اني بستعبط يا ولا يا باه. اقفي بقى. الله، بس بقى يعني عملت حاجه بقى؟ طب اقفي هنا. ايوه بقى، مش عايز استعباط بقى. الله، نام. اقفي بقى يا بني. واقفه واني قاعده. ابعدي شويه. لا يا بقى، ده القرب حلو يا بقى. هتستعبط يا منى؟ اللي هو كده خلاص بقى. ايوه يا بقى. طب بس خلاص. بصي بقى، باكينام لما كانت بتمشي كانها بتقول لنفسها انا باكينام وانا واثقه في نفسي. ايوه اني باكينام واني ماسكه في نفسي. ماسكه في نفسي؟ ايوه اللي بعدها. ايوه اسمها واثقه في نفسي. ايوه واثقه في نفسي. ده روسي ده؟ يعني ايه واثقه في نفسي؟ ايه نا واثقه في نفسي دي؟ امال لا واثقه في نفسي. واثقه في نفسي. ايوه واثقه في نفسي. ايوه هي دي بالظبط. واثقه اني في نفسي. اه بصي بقى، انا عايزك تمشي بقلاطه. بلاطه؟ اهدى. بلاطه ايه؟ امشي بالشاكة. اني شيك، والسته زوزه جابت لي اللبس ده وقالت لي اني شيك. امشي بلاطه. وقالت لي ان بنت اخر على طول. امشي بشموخ. قالت لي تشمخ يا بنت على انا عايزك هانم. وقالت لي اكتر. يخرب بيتك. ايه بت؟ اهدى. في ايه؟ اني تعبت. مش عايزه تبقي باكينام، اعملي اللي بقولك عليه. باكينام دي صعبه، اني عايزه البنت بطه. باكينام. البنت وزه. باكينام. البنت خضره جارتنا. انا قلت باكينام. لا باكينام. ادفو عليك ولا باكينام. ايه قلتي؟ ايه تعالي هنا بنت. بقولك ايه، اسمعتي. قولي قلتي ايه؟ قولي قلتي ايه؟ اتحفيني انا سعيد. قولي قلتي ايه؟ ادفع ادفع يا تي قطة والله. ادفع. الله الله الله. ادفع. هي هي بالظبط. مرة كمان. انت مبسوط ولا ايه؟ جدا جدا. املى لك ازازي و لا ازازة ايه؟ امال ازازة ليه؟ يعني جرعة متكسفي كل شوية تلف تلف. لا انا عايز منك حاجه واحده بس وتقوليها لي. ايه؟ انت باكينام؟ ايوه. ما شاء الله ما شاء الله، ولا قوه الا بالله. انور وجدي بشحمه ولحمه قاعد قدامي. ايه رايك يا مفتاح؟ انور بايث من جديد وقاعد قدامي، اصلح واحد في البلد يلعب دور انور وجدي. يعني انا مش كلب بلدي ولا حاجه؟ نجم قاعد قدامي. طب بالنسبه للمشيه؟ انور ماشي. طب بنات انصرف. انور بيصرف يا بنات، اسمعوا الكلام. والاسف. نعم يا حبيبي. انا مش كلب بلدي اطلاقا. انور وجدي واقف قدامي. امال ليه عندي احساس رهيب بالهوهوه؟ عادة ده بيبقى تفسير علماء النفس، هوهوة عند النجاح في الكفاح. يعني انت هوهوت قبل كده؟ اوه يا ما نبحت لما نجحت. يا ما يا ما الله. يا ما طمنتني على نفسي. عارف يا قاضي يا بروتا، اكتر حاجه مخلياني مبسوط وسعيد ايه؟ ايه؟ ان انا سافرت قعدت سنين في الخارج اكافح واناضل واعمل مظاهرات وانتفاضات وحروب لغايه ما بنيت اسم مفتاح. مفتاح المناضل والثوري اللي مدوخ وراه مباحث العالم. ربنا يزيدك. ورجعت لقيت صديقي شقيق عمري ناجح، نجم الناس بتشاور عليه في الشارع. انت وش السعد علي. وانت وش الهنا علي. بس لعلمك يا مفتاح، انا زعلان منك برضه، صعبان علي. ليه يا حبيبي؟ بعد ما انت سافرت الدنيا شبعت فيا الشلاليط. شلاليط؟ اه جمع شلوط. شلوط وبتقولها بجرأة كده يا اخي. ايوه. عموما احمد ربنا يا بروتا. الحمد لله. انت كنت بتاخد الشلوط هنا وسط اهلك وناسك في بلدك. في حد يحميك. أيوة. اما انا فاثناء الكفاح والنضال والمظاهرات والانتفاضات كنت اخد الشلوط ينطرني من بلد لبلد. ياه. من قاره لقاره. اتشلطت كتير. لفيت ال 250 قاره بتوع المثلث الارضي. لفيت. ما